بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حيوح 1981 فولي 2، حيث سوف اعرفك على الطريقة التي يتم تتبعها من خلال يعني الشرطة وشركات الاتصالات لمعرفة مكان تواجدك بالتدقيق في حالة ما يريدون تعقبك. فلو ذهبت من شارع إلى شارع يستطيعون تحديد المكان أحبابي في الله. هذا كله من خلال معلومات السيم كارت التي أنت مشترك فيها في شركات الاتصالات، ومن خلال يعني بعض البرامج أو هذا الموقع الذي سوف نتعرف عليه. طبعا يعني تتم هذه العملية بدون الحاجة إلى تفعيل جي بي إس على هاتفك، أو من دون يعني الحاجة لن يقوم بتثبيت اي شيء يعني على هاتفك. فتتم من خلال يعني الابراج الخاصة بشركات الاتصالات، هذه الابراج بطبيعة الحال التي تساعدنا يعني في اجراء المكالمات من هاتف الى هاتف، ويعني هذه الابراج ايضا يعني بالتواصل بين يعني هاتف الابراج والجي اس ام او يعني السيم كارت الخاص بك يعرفون مكانك بالتدقيق، من خلال يعني فقط ان يقوم بوضع بعض المعلومات ك موبيل كونتري كود، وايضا موبيل نتورك كود، وايضا لوكيشن اريا كود، والايدي الخاص بالسيم كارد. طبعا هذه المعلومات هي لديهم، واذا كنت تريد الحصول عليه ومعرفه يعني مكان تواجدك وتجربه هذا الامر، فسوف اشرح لكم هذا الامر احبابي في الله في هذا الدرس. ويمكن لك يعني تطبيق هذه الطريقه لكي تتعقب اي شخص يعني في عائلتك، ففقط يعني سوف تحصل على هذا التطبيق الذي يعطيك هذه المعلومات، وبعد نقل هذه المعلومات يمكن لك إزالة التطبيق في هاتف ذلك الشخص وتعقبه أحباب في الله. بالتالي سوف تقوم بالدخول إلى هذا الموقع كما سوف تشاهدون، بريفون جي اس ام تراكر. ثم قبل أن تقوم بالدخول إليه فقط تقوم بتحميل هذا التطبيق كما ذكرت للحصول على معلومات الجي اس ام وشركات الاتصال، او عفوا السيم كارت التي انت متصل او يعني مشترك فيها. كما تشاهدون يعني سوف يطلب منا الموقع موبيل كونتري كود، يعني الكود خاص يعني موبيل كونتري كود كما سوف تشاهدون، سوف تجده هنا في حالتنا شخصيا هو 214 في هذه السيم كارت التي سوف اقوم بزالتها بعد هذه العملية تفاديا لأن تقوم بتعقبي دائما لها. يعني السيم كارت يعني استعملها فقط لكي اقوم باجراء مكالمة واحدة او اثنتين كما تشاهدون. ثم الخيار الثاني موبيل نتورك كود، يعني هذا هو احبابي في الله في حالة هذه السيم كارت 07 كما تشاهدون. ثم لوكيشن اريا كود كما نشاهد هو هذا احبابي في الله، جي اس ام لوكيشن اريا كود، يعني هو 865 كما تشاهدون. ثم يعني الاي دي الجي اس ام كول اي دي كما تشاهدون، فسوف تجده هنا، يعني هو 10538183. هذا هو احبابي في الله في حالة هذا الهاتف او هذه الكارت سيل. بالتالي يعني عندما يقوم بادخال هذه المعلومات التي هي لديهم اصلا يعني الشرطة وايضا شركات الاتصالات، فيقوم فقط بتراكت يعني لتعقبك. ولاحظوا معي ما الذي سوف يحدث. فكما سوف تشاهدون هذا هو المكان الذي انا شخصيا اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو انه تم تحديد يعني مكاني بالضبط، هذا بدون الحاجه الى يعني تفعيل جي بي اس او شيء من هذا القبيل كما ذكرت من خلال ابراجهم. فلاحظوا معي لو ضغطت على هذه النقطه لكي اعمل لها زوم استطيع يعني تحديد مكاني احبابي في الله. فأقسم لكم بالله أن هذا هو المكان الذي أنا شخصيا متواجد فيه، لن أقوم بعمل زوم أكثر. وإذا ذهبت يعني إلى طبعا زوم أكثر سوف يظهر لك الشارع إلى غير ذلك وال يعني البناية والشقة. ثم إذا ضغطت أيضا يعني أستطيع تحديد ذلك في جوجل مابس يعني كما سوف تشاهدون عليين والصور إلى غير ذلك، وهنا كما سوف تشاهدون أسكن. فهذه الطريقة خطيرة جدا كما ذكرت، من خلال هذه المعلومات فقط يستطيعون تعقبك. أدعوك لتجربتها صراحة يعني على هاتفك حتى تشاهد يعني العجب، وسوف تشاهد بأنه يتم تحديد مكانك بالتدقيق. ولو حصل أن انتقلت من مكان إلى آخر
ثم جربت مرة أخرى سوف تجد بأنه يتم تحديد ذلك المكان بالتدقيق أحبابي في الله. فأتمنى الدرس قد أفادكم هذه الطريقة كما ذكرت. إذا أخذت يعني هذه المعلومات من هاتف أي شخص تستطيع ووضع دائما على هذا الموقع تستطيع دائما تعقبه والأماكن التي يزورها. حتى لو طول، إذا عجبك الدرس لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركتي مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا يعني زيارتنا على موقعنا www.dulvidulv.com والهمام لا صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما الجديد الفيديوهات. أريد التذكير بأنه حتى وإن تم إغلاق الهاتف فيستطيعون تعقبك، اللهم إذا قمت بإزالة كارت سيم من الهاتف، لأنه يعني بعد أن تقوم بوضع كارت سيم على الهاتف فالبطاقة تعطي يعني أو البطارية تعطي الطاقة للكارت سيم، وهذا يسمح لهم بتعقبك أحبابي في الله. بالتالي بإزالة الكارت سيم تنهي هذا المشكل من يعني هاتفك. أراكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.